تحياتي الزملاء هنا سوق أجرموس. الشريان النابض لقلب الأطلسي المتوسط نقول لكم مرحبا بكم دائما بالسوق وعودة الحياة إلى نفوس الفلاحين. لا يسعنا إلا أن نقول لكم هنا لا عليكم لا عليكم هنا الشريان النابض لسوق أجرموس. حتى مول الديطاي كاين تاع عشي، الا جيتي للحقيقه راه حتى مول الديطاي مول الباسطا، يعني راه فاش ترجع الحياه راه تيرجع الحياه للنبض لكل شيء. هذا هو اللي باش نطالبوا من المسؤولين باش انه السواق تزيد تحل في المغرب كامل، ماشي غير هذا السوق هذا يعني، وكذلك حتى السوق ديال خنيفره ان شاء الله. هذا هو علاش قلنا غير الثمن كيداير وباخر بعد السوق تحل ولات الناس محركه شويه ما بقاش داك بلاش السوق بخير. معلش معلش خلي بلاتي اسمع، كي السوق راه بخير تحل ايه والثمن راه الناس ما كتسلكش مسكينه، العلف غالي وكل شيء غالي، الناس راه بالدراع مسكينه كتخلي 4000 5000 وتفك وصافي. يعني دابا الفلاح الصغير ممكن خصو يطلب شي دعم من الدوله ولا بحال هكا؟ الفلاح الصغير راه خصو يطلب من وزاره الفلاحه، يطلب من وزاره الفلاحه شويه الدعم، راه بنادم كلاه مسكين الله يكون في عوانه، بنادم الغال والله، بنادم راه لا اله الا الله وصافي. السلام عليكم. شاب مضرور ياك باش بزاف كاع، شاب مضرور بزاف كاع، شاب مضرور الله يكون في العوان ديالو مسكين. ولكن جاو الناس من المدن الاخرى حمر السوق. اي الله السوق عامر وشي شويه وصافي، الناس البراني ضعيف. ما كاينش شي شويه وصافي. الله يحفظك. لا لا، ترتبت يا صاحبي.